لدي باهتمامات المركز في ما يتعلق موضوع من المواضيع الأساسية اللي هي موارد المدينة وآفاق استعمالها وآفاق المدينة بعد تلك التجارب التي عرفتها خلال مسارها. المركز طرح على نفسه بشكل عام، هذا هو مشروعه، تحقيق مهمة تحقيق معرفة أعمق لمجتمعنا في المواقع التي يمكن أن يلج إليها، معرفة أفضل، معرفة أحسن، معرفة أدق، لكي يساعد على التأثير على الواقع وعلى تأثيره، وعلى كذلك لكي يساهم في بلورة التصورات والمخططات، ولكي يسهل كذلك حسب إمكاناته العمل العمومي في قضايا مهمة. لهذا منذ سنوات، في الواقع منذ 2005، هيئنا برنامج بحثي خاص بالمواقع النجمية، واستعنا في ذلك بقدرات وبإمكانات وخبرات العديد من الزملاء في الجامعات المغربية ومنتجي هذا المعرفة في هذا المجال بالخصوص. استعنا بهم لكي ننجز مخطط لم نتمكن إلى حد الآن من التقدم فيه في إنجازه، على في بلورته، في ترجمته على أرض الواقع. ولكن اليوم بفضل السيد العامل صاحب جلالة المنطقة وجاهزيته لهذا النوع من الاهتمامات، نشرع في البدء في إنجاز هذا البرنامج البحثي، وفيه محطات كثيرة. الهدف من هذا اللقاء هو طرح عليكم، على كل من سيشارك معنا خلال هذا المساء وفي ورشات الغد، في ورشتي الغد، محاولة تعميق امتحان التصور الذي هو بين أيدينا اليوم، مناقشته معكم ومحاولة تكييفه مع ما تطرحه ضرورة الواقع وما هو موجود في الساحة. أشكركم على مشاركتكم وأملي أن ننجح في هذه المهمة. شكراً على انتباهكم.